برضو اتكلم مع حضرتك سيادة الوزير عن المنصه، منصه مصر الرقميه والتشغيل التجريبي ليها. كلمنا اكتر عن المنصه دي وايه اللي بنهدف اليه من فتره التشغيل التجريبي. يعني ربما يعرف الملمون بسلطة تكنولوجيا المعلومات والعاملون بها أنه أي منظومة، لا سيما إذا كانت منظومة متشعبة ومركبة وأستطيع أن أقول معقدة، لابد لها من تشغيل تجريبي تظهر فيه مشاكل لا تظهر وقت إعداد المنظومة وبنائها. فالتشغيل التجريبي الغرض منه هو التعرف على مختلف أنواع المشاكل والعوائق التي ربما يواجهها من يحاول استخدام المنظومة، ونبدأ في تدليلها وحلها. ويمكن حتى يعني المواطن العادي يعرف هذا، البرامج المشهورة جدا يظهر منها دوما نسخ جديدة، النسخة الأولى، النسخة الثانية، النسخة الثالثة. إيه فكرة النسخ؟ إنه كل نسخة تتغلب على بعض المشاكل التي كانت موجودة في النسخة التي سبقتها. فنحن في ما نسميه النسخة التجريبية، بالبيتا فيرجن يعني المصطلح التقني لها. فالغرض منها هو أن نتعرف على مشاكل تقنية تواجه المستخدمين للمنظومة، ندللها ونبني حلول تقنية وفنية لمواجهتها. ممتاز. وبالتالي دي هتكون لفترة قد إيه مرحلة التشغيل التجريبي؟ يعني إن شاء الله تكون لفترة قصيرة حسب حجم المشاكل ويعني مدى تركيبها ويسر حلها. إن شاء الله أول ما نطمئن أن المنظومة اكتسبت جدارة واكتسبت ثقة المواطن وأصبحت يعني ثابتة، نطلقها بشكل فعلي بحيث أنه نبقى ضمنين أن المواطن لا يعني يواجه صعوبات في استخدامها. وحجم الخدمات المقدمة على المنصة يعني ومدى تنوعها يكون عامل ازاي؟ حاليا احنا زي ما قلت لحضرتك بنقدم 70 خدمة في الثلاث حزم اللي اتكلمنا عنها. ان شاء الله اول ما المنظومة يعني تترسخ اركانها وتثبت وتستقر لأدائها هتصل الى ما يزيد على 150 خدمة شأن ما حدث في بورسعيد. إجراءات التحقق من الهوية بتكون إزاي؟ أنا كمواطن برضو أحصل على الخدمات من خلالها إزاي؟ هل في حاجات محتاج أن أنا أكون برضو يعني لو حد شايفنا دلوقتي محتاجين يكونوا عارفينها قبل ما يستخدموا هذه المنصة؟ أنا بسجل نفسي أول مرة على المنظومة من خلال رقم القومي ورقم المحمول، وأول مرة بسجل بأدخل اسم الأم الأول وأسجل نفسي على المنظومة. المرات التالية بعد ما أكون سجلت نفسي أنا بدخل برقم القومي وكلمة السر أو كلمة المرور التي يختارها المواطن. أول ما أدخل إلى المنظومة، المنظومة تعرفني وتحييني باسمي. ومثلا إذا دخلت على منظومة المركبات، النظام سيظهر للمواطن المركبات التي يملكها وينبهه إلى موعد تجديد الرخصة أو موعد إتمام إجراء. يعني خلاص هتتعرف علي على طول بعد كده، هي أول مرة بس. بالضبط. إذا كنت أستحق بطاقة تموين سيخبرني، إذا كنت لا أستحق بطاقة تموين سيخبرني. فالمنظومة، وده بقى نرجع للربط مع البنية المعلوماتية اللي تحدثنا عنها. وعشان كده بقول إنه لا يمكن أن نبدأ في إتاحة الخدمات دون أن تكون لدينا هذه البنية المعلوماتية المترابطة. فالمنظومة تبدأ في التعامل مع المواطن وهي تعرفه، تعرف مركباته، تعرف محل سكنه، تعرف استحقاقه. ده يسهل الدنيا جدا على فكرة سيادة الوزير، لأن أنا ممكن أبقى مش عارفة أنا مستحق لإيه ومحتاج إيه يعني. بالزبط. فده بيسهل الأمور عليا الحقيقة.